لتسليط الضوء مشاهدينا على القمة العربية المنعقدة في تونس، معنا من مكة المكرمة دكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي في جامعة أم القرى. مرحبا بكم دكتور عبد الحفيظ. إذا الوفود العربية بدأت التوافد إلى تونس للمشاركة بالقمة العربية 30 في هذا الوقت الحرج والملفات الشائكة، كيف ترى قمة تونس؟ مرحبا بكم. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني أنا أعتقد هذه القمة يعني هي قمة حقيقة تبحث عن الذات العربية وتبحث عن التضامن العربي ووحدة الصف وتجنب الخلافات. الحقيقة يعني هذه القمة يعني وضح الأكثر من أن أخطر أشكال الإرهاب وما تمارسه في إيران طبعا من تدخلاتها في الشؤون العربية، وهي التي تهدد طبعا الأمن القومي العربي الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية. أنا أعتقد هذه القمة أضيف إليها يعني جدول أعمالها مزدحم حقيقة. أضيف إليها في هذه القمة مستجد جديد، وهو تحاول هذه القمة إيجاد تحرك عربي ووضع خطة للتعامل مع الموقف الأمريكي من هضبة الجولان، بالإضافة إلى المواقف السابقة التي ترى الجامعة العربية أن هناك ثوابت يجب التمسك بها، ومنها قرار الجامعة العربية السلامة العربية 2002 هي الحل الوحيد. يعني الحقيقة القمة هذه كما ذكرت أنها هي مزدحمة، رغم هناك اهتمامات متباينة بين الدول المجتمعة، تحديات متعددة جدا، لكن سبقت القمة وسبق القمة هناك محاولات عربية حقيقة لاستعادة التماسك، عقد مصالحات بين الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، زيارة طبعا قائد الجيش الليبي للسعودية المشير حفتر، هناك اتفاق استراتيجي مشترك بين مصر العراق مصر الأردن، اتصال الملك سلمان بملك المغرب. يعني هناك مشير القضية الفلسطينية، ما الخطوات التي يمكن لقمة تونس أن تتخذها تجاه هذه القضية المركزية والتصعيد المتواصل من الاحتلال؟ الحقيقة مصر يعني لا زالت هي الوسيط ما بين حماس وإسرائيل، لا زالت في القمة يعني ستجدد القمة تمسكها بقرارات مبادرة السلام العربية 2002، وهي الوحيدة التي ستكون مطروحة في المستقبل، ولا توجد هناك حلول بديلة. وهذا أعتقد رد على ترامب الذي كان يروج لصفقة القرن، لأن المبادرة العربية هي تؤكد على أن تكون القدس الشرقية. طيب ما دمت ذكرت ترامب بشأن إعلان الرئيس الأمريكي بشأن هضبة الجولان محتلة، كيف ستتعامل برأيك مع هذا الملف القمة؟ لا, لا, لا يوجد أمام القمة العربية حقيقة ترامب سبق القمة بهذا القرار، وهو حقيقة أنا أعتقد هو لمصلحة نتنياهو ومصلحة ترامب، مصالح انتخابية لا أقل ولا أكثر. لكن الموقف القمة سيكون هناك إيجاد تحرك عربي مشترك ووضع خطة للتعامل مع الموقف الأمريكي من هضبة الجولان. وأعتقد نحن ندرك أن عالميا لن يتم تمرير القرار الأمريكي أو قرار ترامب، أعتقد. لكن القمة العربية أمامها أكبر تحدي، هو تحديين أمامها الآن في هذه القمة، تحدي إيران والتحدي الآخر اللي هو الموقف القضية الفلسطينية. بالنسبة لإيران، بالانعطاف على هذا النفوذ الإيراني المتغول في المنطقة، ما المنتظر من القمة للتعامل مع هذا النفوذ المسيطر؟ كما تعلم يسيطر على العراق وسوريا ولبنان واليمن. أنا في اعتقادي يعني هناك لجنة رباعية تضم السعودية والإمارات ومصر بجانب البحرين، بقية الدول الحقيقة مشغولة في قضايا، يعني مصر مشغولة بقضية حماس وليبيا،
الجزائر الان مقبوله بالانتفاضه الحالي ضد بوتفليقه، المغرب مشغوله بقضيه الصحراء، العراق مشغول بقضايا داخليه نعم المريره جدا نتيجه التدخل الايراني ونتيجه الانقسام الطائفي، عوامل كثيره جدا بنيويه داخل لذلك مواجهه ايران هو فقط حقيقه دول محدوده جدا هي المملكه العربيه السعوديه ومصر كقوه تضاف اليها، لكن اعتقد الان المملكه العربيه السعوديه بتحاول عبر المجهود الدولي والامم المتحده والولايات المتحده بشكل خاص، يعني موقف الولايات المتحده له موقفين متزوجين، وكانه نعم تساوم المملكه العربيه السعوديه مقابل ان يتم ايقاف النفوذ الايراني عليك ان توافق على تعامل مصلحي. نعم، شكرا جزيلا لك. اذا من مكه المكرمه دكتور عبد الحفيظ محبوب الاكاديمي في جامعه ام القرى.